بعد سنتين من الانقطاع يعود الصالون الدولي للأشغال العمومية، الحدث الاقتصادي الهام الذي يعكس القدرات التقنية الهائلة للمؤسسات الجزائرية طوال 60 سنة في مجال الأشغال العمومية. هذا القطاع الذي عرف نقلة معتبرة في نوعية الإنجازات وحجمها، وذلك بفضل مختلف البرامج والمخططات التنموية التي عكفت الحكومة على تنفيذها بهدف تعزيز المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية المنجزة. فهو فرصة تمكننا من خلق ديناميكية فعالة بين المتعاملين للدفع بالتنمية والشراكة الاستثمارية. إنجازات كبيرة حققتها المؤسسات الجزائرية في مجال طرق السيارة والمنشآت الفنية والموانئ والمطارات، جعلتها اليوم حاضرة وبقوة في أجنحة الصالون الدولي للأشغال العمومية. عرضنا في هذا المعرض تقنية جديدة، ميزة هذه التقنية هي نربحوا في الوقت الإنجاز، نشتربوا باش نجيبوا الحصى من بعيد. جينا اليوم في هذا المعرض باش نبينوا البرودوي تاعنا، نبينوا للناس باللي راه كاين برودوي جديد، برودوي سوفيستيكي، وباش يعرف الطوبوغراف ويعرفوا الشركات باللي هذا الماتريال كيفاش داير. انجازات كبيره في الجزائر، هذه خلى شركات اجنبيه تجي تشتغل هنا، وشركه جزائريه اشتغلت وحدها وشاركت مع شراكه مع اجنبيين، هذا خلى الشركات الجزائريه تكتسب خبره كبيرة طورت الخبرة تاعها. هذا المعرض راح يزيد في الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين والشركات الجزائرية، راح تزيد تكون عندها شراكة. 9 دول أجنبية مشاركة وقطر ضيف شرف الطبعة 18. وجود دولة قطر هنا كضيف شرف في صالون الطبعة 18 يمثل قوة العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الجزائر. وصراحة اللي شفناه اليوم في المؤتمر أو في الصالون مفخرة، بسواء طرق أو أنفاق أو سدود للري أو كذلك مشاريع المطارات والموانئ. نسخافايون دون لو سيكتور دو ليدروليك اي دي ترافو بوبليك ان الجيري. نحن نعمل هنا في الجزائر منذ مدة، أنجزنا العديد من المشاريع المشتركة مع شركائنا الجزائريين ونريد الاستثمار أكثر هنا. الطبعة شهدت الإمضاء على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات جزائرية وأجنبية لتبادل الخبرات وتوسيع النشاط إلى الأسواق الأجنبية.